السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونات الأسرار. اليوم فيديو جديد وتوقعات مباريات يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023. قبل ما أبلش في الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. طبعا الفترة هذه مباريات قليلة، نحاول نلعب يعني بشكل قليل جدا، وأيضا أنت التوقعات اللي احنا بننشرها أنت غير مجبور على الدخول فيها، مجرد توقعات ونصائح. ويعني أنت بعد ما حتى أنا أنشر التوقع أنت حاول كمان يعني تعمل دراستك وتحليلك الخاص للمباراة. فخلونا نبلش في تصفيات اليورو 2024 ونحاول ناخذ بعض المباريات من هذه التصفيات. نيجي لبلغاريا وصربيا. مجموع أكثر من 2 أو 2.5، نلعب يعني أكثر من 2 أضمن شوية. في عنا أيضا سلوفاكيا وليختنشتاين، نحاول نشوف. طبعا فريق ليختنشتاين هذا يمكن أضعف فريق في يعني على وجه الكرة الأرضية، لكن يعني هو دائما بيخسر يعني، لكن ممكن تلعب الهانديكاب بيكون عالي شوي إنك تلعب عليه اللي هو هانديكاب، يعني ممكن هانديكاب 1 مثلا 3.5 إنه ما يخسر بفرق 4 أهداف. ممكن نختار مباراة أيضا يكون فيها أهداف. طبعا حاول ألعب فردي على هذه المباريات. طبعا في عنا النرويج وقبرص، النرويج يعني خالية الأهداف، مجموع أكثر من 3 لهذه المباراة. نيجي نختار أيضا مباراة أو مباراتين من نحاول نختار مباراة واحدة من تصفيات أفريقيا. المجموعة فيها يعني فقط 3 منتخبات، هنحاول ناخذ هذه المباراة فقط. دائما الأود في أفريقيا بيكون عالي وكتير يعني بيكون في أهداف، مجموعة أكثر من 2 أودها حلو، يعني إن شاء الله ما بيجي أقل من هدفين في هذه المباراة. نحاول نشوف في اللي هي عنا التصفيات الكونكاكاف، في مباراة نحاول نشوف شو وضعها. المجموع أكثر من 2 لهذه المباراة، يعني نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، وإن شاء الله يعني يكون اختياراتنا جيدة. طبعا أهم إشي أنت يعني غير مجبور على دخول هذه التوقعات، وحاول في هذه الفترة يعني
تخفف لعب، لأنه زي ما أنتم عارفين المباريات الدوريات الكبيرة انتهت، يعني بدها شهرين تقريبا لعودة الدوريات. فالفترة هذه نخفف لعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.